إلى قضية أخرى، قضية قرآنية، وهي حديث القرآن عن السامري. السامري من بني إسرائيل. موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يأخذ بني إسرائيل معه، أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، تبعهم فرعون حتى أتوا جهة المشرق، جهة البحر الأحمر من جهة سيناء شمال شرق، تبعهم فرعون حتى انتهى الأمر إلى أن قوم موسى يرون البحر ويرون جند فرعون. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. غاية الأمر حتى نصل للسامري، عبر موسى وأراد أن يضرب البحر حتى يعود سكنا حتى لا يمر فرعون، فلكن الله عز وجل قال له اترك البحر هو إنهم جند مغرقون. دخل فرعون أغرق، خرج موسى من البحر ومعه ملأ من بني إسرائيل، قومه منهم السامري. من كان يتقدم؟ كان يتقدم جبريل، هو الذي بدأ بعبور البحر على فرس له يقال إنها فرس الحياة. لاحظ السامري أن هذه الفرس لا تطأ على شيء، لا تضع حافرها على شيء ثم ترفعه إلا ينبت، فعلم أن هذه الفرس يتعلق بها شيء من الحياة، فأخذها، أخذ يعني أثر الحافر، يقول الله عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول، فالرسول جبريل هنا أخذها وذهب إلى بني إسرائيل بعد أن ذهب موسى لميقات ربه. فموسى جعل أخاه هارون خليفة بعده وقال أنا ذاهب إلى ربي أرض يعني الميقات، كان بعد 40 يوما، وجعل هارون على بني إسرائيل وأوصاه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. في هذه الحقبة، في هذه الفترة، جاء السامري وقال لبني إسرائيل أين الذهب الذي معكم والفضة؟ كان بنو إسرائيل يستعيرون الذهب والفضة من الأقباط حتى يوهموهم أنهم باقون في أرض مصر، لكن جاءهم الأمر فجأة أن أخرجوا فخرجوا بالذهب والفضة. فقال أينما حملتموه من زينة القوم، الله يقول فحمل من زينة القوم فقذفناها، فجمعها، جمع الذهب والفضة وصاغ بعد أن صهره، صهر الذهب والفضة، صاغ منها عجلا على هيئة عجل ولد البقر، ثم خلطه بقبضة التي قبضها من أثر حافر فرس جبريل، فكأن شيئا ما من الحياة دب فيه، ما نقول حياة بالمعنى العام لكن نقول الصوت. الله يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، جسدا أي لا روح فيه، لأن القرآن إذا قال جسد يتكلم عما لا روح فيه، وإذا قال جسم يتكلم عما فيه روح. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني أقوام منافقون، قالوا ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني لا روح فيهم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، وقال عياذا بالله كما قال الله عنه، وقال هذا إلهكم وإله موسى. فبعض بني إسرائيل صدقه وعبدوا العجل. حاول هارون أن يردهم عن هذا المنكر العظيم ما استطاع. جاء موسى، قبل أن يجي أخبره الله عز وجل أن قومك من بعدك فتنهم الله، فتنهم السامري وأضلهم. فهو يعلم أن السامري قد خلفه بسوء في قومه وعاد، ومعه الألواح التي فيها التوراة، مكتوب فيها التوراة. فلما وصل ألقى الألواح، ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالنظر، ليس الخبر كالمعاينة، وألقى الألواح وهو يعلم من قبل أنهم عبدوا، وأخذ يعاتب السامري. فقاله السامري قبضت قبضة من الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، يعني شيء زينته نفسي لي وأنا رأيته. الغريب أن موسى قال له فاذهب، فإن لك أن تقول في الحياة لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم أسفل، فرماه في البحر. ولم يأتي في القرآن عقوبة ما غير البعد للسامري. هذا الذي جعل بعض المتأخرين يقول ربما يكون السامري هو الدجال، وإن كان لا يوجد نقل صحيح يثبت هذا لا من قريب ولا من بعيد، فنقول هذا القول فيه شيء من النظر لكن ليس هناك ما يقويه من الأثر. هذا السامري على وجه الإجمال وما وقع منه مع نبي الله موسى.